مساء الخير، وكل سنة وأنتم طيبين. أجازة طويلة، أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بيها، واللي يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تبقى الأيام اللي جاية كلها سعادة وهنا زي الأسبوع اللي فات علينا ده. هو الأضحية حصلت الحمد لله، وأكلتي ربنا يتقبل. اللحمة والفتة وكله؟ لا ماليش في الفتة الحمد لله. بس من جهة أكلنا إحنا الأعياد عندنا ومناسبات أكل يعني، فيا رب تكون حضراتكم استمتعتوا بالعيد. زي ما الأستاذة بتقول أجازة طويلة جدا جدا، جميلة جميلة. يا رب تكونوا انبسطتوا كلكم. بصي يا شيرين، دايما لما تبقى في أجازة طويلة عارفة يطلع لك مصيبة من تحت الأرض تلاقيكي مش عارفة تستمتعي بالأجازة دي غصب بصراحة. يعني مش كده؟ صح، بتحصل كله بقى أمراض. وبعدين اللي راحوا الساحل، يعني أنا شفت على يعني على السوشيال ميديا اللي راحوا الساحل الناس فوق بعضها. يعني أنا بقيت أقول يا ريت في حتة تانية الناس يعني ما يبقاش. لا ما هي كان كل الحتت كده، أنا أعرف ناس راحوا برضو شرم الشيخ والغردقة نفس المشهد ده. الناس عارفة عندها يعني رغبة رهيبة انها تطلع من القاهرة وأجازة طويلة او القاهرة والاقاليم الى اخره. يعني صح كانت فوق بعضها، بس الناس انبسطت الحمد لله. انا ما بسافرش في الاعياد ابدا بقى. برافو عليكي، القاهرة كانت رائعة رائعة وهي فاضية. حقيقي حد من اللي بيشتغلوا معايا يعني قالوا لي جنانك في 5 دقايق، دايما جايين متاخرين بالساعه والساعه ونص عشان الزحمه. طب ما قدروش بقى يقولوا الزحمه بقى الحاجات دي. يعني احنا هنبتدي حلقتنا ان احنا نقول لكم اول الاخبار اللي عندنا. ايام قليله جدا وبتبدا فعاليات اهم واضخم مهرجان ثقافي وفني وترفيهي وسياحي ورياضي في مصر وكمان في الشرق الأوسط كله. ده مهرجان اسمه مهرجان العالمين الجديد، هيبدأ يوم 13 يوليو الأسبوع اللي جاي. مين اللي جايين دول؟ هم الخميس الجاي بالتحديد، هيستمر لغاية 26 أغسطس إن شاء الله. المهرجان ده برعاية عدد من الوزارات، الثقافة والشباب والرياضة والسياحة، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الشركة المتحدة طبعا احنا تبع الشركة المتحدة، احنا يعني من الرعاية مجموعة من الرعاية. يعني المهرجان بيضم، يعني اول قبل ما اقول لكم بيضم ايه، عايز اقول لكم ان هو من المنتظر انه يستقبل حوالي 1 مليون زائر من جميع انحاء الوطن العربي. والعديد من الفعاليات الفنية والرياضية اللي هتحصل يبقى في جنبها كمان معارض وعروض ترفيهية. وده يعني أكبر وأول وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العالمين الجديدة. هتشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، ويعني في المهرجان ده في جزء رياضي مهم جدا على فكره، الى جانب الجزء الثقافي صحيح. بحر بقى، فرياضات اكيد، رياضات بقى البحريه جميله بالظبط ده هو كان. ولكن كمان اللي انا عايزه اقوله لكم ان في حفلات غنائيه غير عاديه لابرز الفنانين من مصر ومن الوطن العربي وايضا على المستوى الدولي. حقيقة مهرجان العالمين هيكون تجربة ثرية جدا جدا جدا. أنا شخصيا متحمسة جدا أتابع فعالياته المختلفة، وكنت بتمنى إن أنا ما تجيلنا تذكرة ولا حاجة الواحد يروح يتفرج، يعني لأنه إن شاء الله. كنت مش في تذاكر بتتباع، مش كده؟ في تذاكر طبعا بتتباع عشان كل المهتمين. بصي، أي حد عايز يشتري تذكرة ويروح يتابع هذا المهرجان، حاجة مش هتحصل يعني ما حصلتش قبل كده، وإن شاء الله تكون تجربة ثرية جدا ورائعة وترفيهية وجميلة لكل اللي هيحضروه. اللي عايز عايز تذاكر يعني هيحجز اونلاين، والموقع اسمه تذكرتي، التذكرة بتاعتي تذكرتي. صحيح. اللي عايز يحضر ويا ريت تلحقوا بقى، لان في تذاكر بدأت يعني تتباع، والحاجات الحلوة الحفلات الحلوة بتخلص بسرعة. والشيء بالشيء يذكر، الحفلة اللي كانت موجودة امبارح في دار الأوبرا من الحفلات اللي تذاكرها طارت هوا.
الحقيقة دي كانت الحفلة الأولى يعني في سلسلة من الحفلات اللي هتكون مخصصة لإحياء التراث الغنائي والفني المصري الأصيل اللي يعني إحنا نتميز بيه جدا جدا. امبارح دار الأوبرا المصرية احتضنت أول حفلة بعنوان الأساتذة. كان ليا الحظ السعيد إن أنا أكون موجودة وأحضر وأستمتع بصوت وأداء الجميل الرائع مدحت صالح. ولازم هنا كمان احنا دايما بنتذكر الحقيقة المطربين، لكن انا عايزة اقف كمان عند العازفين والمايسترو والرائع عمرو سليم. يعني شيء ورا الخيال ان الواحد يشوف بيانيست او عازف بيانو ماهر ورائع وعزفه ممتع والناس تفضل تسقف له، يقف ويقعد ويقف ويقعد من كتر ما من كتر ما جميل. الناس ابن طارق مش كده؟ اعتقد عمو صالح سليم عمرو سليم فكانت حفله اولا كل الطاقه اللي في المكان غير طبيعي، الناس مستمتعه وكل واحد صحيح في ناس جايين مثلا اسر او واحد وصاحبته وهكذا، لكن كل واحد متوحد بشكل رائع مع الاغاني. شوفي بقى جمال حاجات الطويل والموجي، وحتى كان في غناء عمالقة الغناء في السعودية للرحبانية. لا كان حاجة جميلة. الأساتذة يعني قصدهم ايه بقى المقصود؟ الأساتذة وعمالقة الفن يعني زي كمال الطويل، زي الموجي، زي محمد فوزي، منير مراد، كل حد كان بيطلع يغني أستاذ مدحت صالح ليهم. كنت بتشوفي صورهم كبيرة على الشاشة، وهي الحقيقة نقلت بث مباشر حي امبارح على قناة زميلة، هي قناة الحياة، وكان معمول ريد كاربت يعني احتفاء بالأساتذة. كان شيء جميل ومبهج. دايما الأوبرا كده بتسعدنا. وكنت بقول لسه لصديقتي اللي كانت حاضرة معايا امبارح، كنت بقول لها يعني مصر غنية غنى، مهما قعدت تقولي التراث احنا مهما ده بي يعني بير لا ينضب حقيقي مفيش اجمل منه. وجمال الناس يعني هنفضل نقول شوفي حضرتك اغاني مر عليها كام سنه واجيال على فكره. يعني انا كان في من اللي قاعدين شباب عندهم 15 سنه 14 سنه، حد كان جايب بنته 8 سنين تسمع اغاني فوزي واغاني فايزه، يعني اغاني ناس قديمه ما توعاش عليهم، لكن مستمتعه بالغنى وبالحاله. فمصر بخير والله طول ما فيها فن جميل وناس بتحيي التراث اللي طول ما هو حي احنا في افضل حالاتنا ان شاء الله. انت قصدي ان انا احسدك. ليه بس؟ انا هحسدك عشان روحتي امبارح وحضرتي دي اول حفله لسه اللي جايه كتير ان شاء الله. ان شاء الله. يعني بص يا شيري، الحقيقه حفلات دار الاوبرا على فكره دايما دايما بتبقى جميله بشكل، يعني انا يعني كل حين ومين بروح حسب ظروفنا العائليه يعني، لكن فعلا الواحد بيستمتع استمتاع غير عادي بيها يعني. شياكه الستات والرجاله، انا عايزه اقف عند هنا بقى. رايحين بقى بال ايوه الله، ده جزء طقس. ما قلتش هو ايه، رايحين بقى باللبس الملابس الرسميه يعني لابسين بدل حلوه، فساتين حلو. لا 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 شياكه الله، يعني رجعنا العهد كله بقى ايامنا احنا. أيوة ما كنا نروح حتى السينما باللبس كويس. هو ده هو ده. الناس جايه تحتفي بالفن ومبسوطه ولابسه احلى حاجه. فبصراحه كان مشهد جميل جدا. بصي يعني الحقيقه الاوبرا ليها طابع خاص جدا، لكن احنا مش عايزين ننسى السينما طبعا، اللي بتعتبر مصدر الترفيه الاساسي اللي تربى عليه اجيال كتيره جدا من اول ما اخترعوا السينما لحد النهارده. الجميل انه يعني انه الشباب مهما ارتبط يعني بحاجات جديده وسوشيال ميديا واهتمامات مختلفه تماما عن الاهتمامات بتاعه الاجيال اللي قبل كده، الا انهم لحد النهارده بيقبلوا بشكل كبير جدا على خروجات السينما، خاصه في فترة العيد، لأن الأرقام اللي بتحققها الأفلام أرقام خيالية، وده حاجة جميلة جدا. احنا عايزين الدنيا تبقى فيها ثراء وفيها حركة وعشان يبقى في إنتاج تاني ويبقى أقوى وأقوى وأقوى. طبعا احنا ملاحظين إن صناعة السينما رجعت وبقوة بأفلام لنجوم الشباب. الأهم بقى إنها بتخاطب برضو الفئات الشبابية والأسرة. صح
ده مهم جدا. يعني طبعا من الافلام اللي كلهم بيتكلموا عليها اللي حققت يعني ارباح كتيره جدا وجماهير غفيره دخلت فيها وحققت نجاح كبير كمان ايه؟ بيت الروبي. فيلمنا بقى بيت الروبي انا شفته بقى. فيلم حقيقي يعني زي ما بيقولوا ايه، في قلب الحدث يعني. فيلم بطولة نجم كل الناس بتحبه، الخفة دمه الرهيبة كريم عبد العزيز، ومعاه كمان كريم عبد العزيز تاني، بس كريم محمود عبد العزيز بقى المرة دي أول مرة يجتمعوا في فيلم، والجميلة نور، وإخراج بيتر ميمي طبعا مخرج متميز جدا ما شاء جدا الله عليه. الجميل في الفيلم غير النجوم اللي كلهم مهمين وعندهم موهبة ودمهم خفيف قوي، هو موضوع اللي بيتناولوه. أما بيبقى النجم له شعبية والموضوع مهم، هو ده قمة النجاح. تأثير السوشيال ميديا على الأسرة المصرية هو ده كان موضوع الفيلم، خصوصا ان كلنا بدون استثناء حاليا بنعاني كتير من تعلق الولاد بالسوشيال ميديا، تأثرهم بالسوشيال ميديا، وازاي ان هو في بعض الأحيان بيصل الى إدمان وانفصال عن الأسرة بان هم متعلقين بأجهزتهم ساعات طويلة جدا بيقضوها للأسف على الأجهزة دي. فالفيلم ده بيتكلم عن إزاي السوشيال ميديا ممكن إن هي تدمر حياة أسرة، ممكن إن هي تسيء لسمعة حد، ممكن تأثر على تربية الولاد وترابط الأسرة، وإن حتى الناس يعني في الفيلم كريم عبد العزيز كان قرر إن هو يقاطع السوشيال ميديا ويبتعد بأسرته لمكان بعيد نقي صحراء وبحر وخلاص، لكن بينجرف وبتجر رجله للأسف. كلنا بنقعد نحاول، بس هي جهاد نفس يعني، طول الوقت الواحد لازم يبقى مركز وشايف ايه هي القدوة وايه المبادئ، ياخد الكويس وينتبه للخطورة اللي جاية من السوشيال ميديا الحقيقة. أنا عايزة نعمل حلقة من فضلك يا شيرين، ورجاء الإعداد، عايزين نعمل حلقة عن الذكاء الاصطناعي اللي جاي. ده مهم وخطير، يبدو انه في منتهى الخطورة حقيقة، مش هنقدر يعني، موجة هتيجي ومش هنعرف نوقفها، بس على الأقل نبقى يعني مدركين إيه اللي ممكن نتعرض له. صح، مهم قوي. ومش كل الناس، أنا شخصيا مش فاهماه كويس قوي، وأكيد في ستات كتيرة حواليا يمكن الشباب فاهمينه أكتر، بس في ناس كتيرة جدا عايزة تفهم إيه حكاية الذكاء الاصطناعي. لو سمحت عايزين حلقة عن الذكاء الاصطناعي، ده حاجة مهمة جدا يا أستاذة. خطر، هو خطر ده قادم. هو ده. ده احنا يعني دلوقتي احنا هيكون معانا إن شاء الله فقرتنا الأولى هنتكلم عن مخاطر السوشيال ميديا اللي كل الاهالي لازم يركزوا فيها، ومش بس كل الاهالي، كمان الشباب لازم ينتبهوا. شباب عندهم وعي وعندهم تطلع وفيهم ناس بتقرا، فلازم تنتبهوا كويس قوي الاجهزه والابلكيشنز او التطبيقات اللي حواليكوا دي بتعمل فيكوا ايه وبتغير فيكوا ايه. فدي هتكون فقرتنا الاولى ان شاء الله باذن الله. يبقى فاصل ونعود. زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة عن الخطر اللي دخلناه بمزاجنا وبكل أريحية دخلناه لبيوتنا، سواء الناس الكبار أو الصغيرين، خاصة إن ما فيش شك إنه في مميزات كتيرة، بس برضو للأسف ليها عيوب قد تكون زي السلبيات اللي فيه، عيوب فيه كتير زي المزايا اللي بناخدها منه. والعيوب دي ممكن تكون خطيرة وخاصة على الأصغر سنا، لأن كل يوم بيزيد الدور اللي بتقوم بيه وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير أفكار وأخلاق وعادات الأسر المصرية، مش بس المصرية، العالم كله. زي مثلا ما بقاش فيه خصوصية من مختلف الناس، مش بس المشاهير، لا ده صور وفيديوهات ولايفات وخاصية البث المباشر من حسابك، كل ده بقى منتشر جدا. ده يعني أنا متخيلة إنه بيأثر سلبيا على حياتكم. ده غير بقى إن في بقى تقليد الصغيرين لشباب من ثقافات مختلفة وغريبة، ويعني حاجة تانية خالص عن حياتنا وعاداتنا وتقاليدنا وحتى أفكارنا. السوشيال ميديا ده شيء، سلاح خطير ذو حدين زي ما بيقولوا. يعني عشان كده لازم كل الجهات لازم كلها تقوم بدورها في مواجهة الخطر ده اللي اسمه السوشيال ميديا، سواء يعني من صناعة أفلام أو من خلال برامج، وكمان دور البيت والأسرة إيه.
لكن قبل كل ده عايزين نعرف التأثيرات السلبية اللي ممكن تصيب أفراد الأسرة المصرية بسبب السوشيال ميديا، وده من خلال ضيفنا اللي منورنا الدكتور عمرو الشليل، استشاري الصحة النفسية والايه والأسرية. اهلا يا دكتور عمرو، منور. ليا الشرف حقيقي ان انا اكون متواجد معاكم النهارده وبالسادة المشاهدين، ودايما بنختاروا مواضيع في أرض الواقع وبتلمس فعلا المجتمع بتاعنا والمجتمع المصري خاصة، يعني ليها دور كبير قوي، موضوع مهم جدا. عوامل الريسك فيه كبيرة قوي، عوامل خطورة كبيرة قوي بتشكل على أولادنا وعلى زوجاتنا، موضوع حقيقي. يعني تحياتي لاختيار هذا الموضوع النهاردة والحلقة دي. والله يا دكتور عمرو، عارفة يا شيرين، والله أنا بتفزق، يعني أحيانا أفتح ما بعرفهمش، بس إيديا بقى بتروح ألاقي إيه حاجات عجيبة، حاجات إيه اللي موجود ده، إيه شيء مختلف، مجتمع غريب. احنا النهارده بقينا قدام سوشيال ميديا، احنا لو هنيجي نتكلم على تاثير السوشيال ميديا الحقيقيه اللي بدا مثلا من 2004 2005 2006 بدا الموضوع يطلع فيه اصحاب المحتوى، سواء الهادف او غير هادف، او سواء اللي بيكون وراء اجندات بتطبق لوائح وبتطبق رولز معينه مقصود بيها ان دي تدس في ارض الواقع، وتغيير من العادات والقيم بتاعتنا اللي احنا تربينا عليها واتعلمناها سواء في الجامعات سواء في المدارس سواء في الاسر بتاعتنا، كل دي مقصود بيها ان احنا نهد كل ده وتبدا تتحط قواعد جديده ورولز جديده. ودي حاجه مش جديده علينا ان احنا يتعرض علينا ثقافات ويتداخل معانا حاجات كتير، بس احنا المفروض يكون عندنا بعض المبادئ اللي تخلينا مركزين اكتر في بيوتنا مع اولادنا، ايه اللي اتابعه ايه اللي ما اتابعوش، ايه اللي اخد بالي منه ايه اللي ما اخدش، ايه اللي يحطه تحتيه هنتات معينه كده وخطوط عريضه انبه عليه واوعي عليه، لان النهارده السوشيال ميديا فيها مشاكل كتير جدا. طب خلينا نقتحم الموضوع. دلوقتي مواقع التواصل الاجتماعي بقت كتير وبتتنافس على جذب المتعامل عليها، عايز يخلي المتابع قاعد مستمر. بالظبط. ايه ابرز ده؟ احنا حتى اللي مش مهتمين تفضل ماشي وتسحب. ايه ابرز الامراض النفسيه اللي حضرتك رصدتها في السنين الاخيره اللي مرتبطه بتعاملنا مع التواصل؟ برافو، مهم جدا، مهم جدا نوعي منه الساده المشاهدين الموضوع ده. اخطر حاجه بتصيبنا احنا من استخدام السوشيال ميديا الاكتئاب، ديبريشن، والقلق والاحباط اللي بيصيب كتير من المراهقين. أيوة. والازواج. لان هم طول اليوم متابعين لليوتيوبرز مش عارف مين والبلوجرز مين، وعمالين يسمعوا ويشوفوا ده بياكل في مكان معين، ده بياكل مش عارف ايه، ده بيتفسح فين، ده راكب ايه، ده بيكسب ايه، ده بيلبس براندات، ده وحاجات قد تكون للاسف مش حقيقيه. دايما البلوجرز او اليوتيوبرز بيصدر الحاجه اللي هو ممكن تكون بالنسبه له مصدر دخل، بتكون بالنسبه له مصدر جذب المال. والمتابعين بيكونوا مش اخدين بالهم من الحته دي، فبيهيئ لنفسهم ان دي حياه انا اامل ان انا اعيشها. بيخليني انا افقد شغفي في السعي، طريق للنجاح، طريق للهدف، تحقيق ذاتي، اثبات نفسي. ناس كتير قوي بيبقى ليها شغف ان هي تثبت حياتها في الحياه العمليه او الحياه العلميه، بتلاقي ان فلان اصل طلع بسبب فيديو معين بقى خلاه ترند، كسب من وراه، القنوات بدات بتستضيفه، الصحف بتكتب عنه، شركات التسويق بدات تجري وراه، كل ده بيخلي واحد داخل يحضر ماجستير يحضر دكتوراه وكان هيفيد نفسه وهيفيد المجتمع، تخليه يفشل لانه عمال يصرف 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 وشايف ان الدخل بعد كده اللي داخله قليل. انا امتى هوصل ان انا اركب العربيه دي؟ هعمل ازاي البس ماركات كده؟ يعني هنا القيم اختلت، المواضيع باظت خالص. فبيخليني انا افضل اتفرج كده، انا لو مراهق او انا كشاب او بنت متجوزه وقاعده بتشوف حياه المشاهير والبلوجرز واليوتيوبرز وراحت مش عارف فين في البيوتي ولبست ايه وعملت ايه، تنقم على عيشتها، تخلي حياتها تبقى سودة مع زوجها. انا ليه مش بيحصل لي كده؟ انا ليه مش بعمل دول؟ انا ليه مش عايشه زي الناس دي؟ فبالتالي خلينا احنا نفقد شغفنا وهي كمان تفقد شغفها، ان هي تطور من مهاراتها، تطور من عيشتها، ان هي لو ساعه مهما اجتهدت ده فلانه ده طلعت مش عارف بتعمل ايه وكسبت بسرعه، انا ايه اللي يخليني افضل اتعب واجتهد واعمل وفي الاخر اللي بيجي على قد اللي رايح؟ احنا حياتنا ليه مش زي حياه الناس دي؟ صح. فبالتالي النهارده بقينا بنواجه سيدات كتير يا استاذه سناء واستاذه شيرين، ده بجد عندهم اكزايتي، عندهم قلق وتوتر بيصيبهم بالاحباط والفشل،
بتلاقي الازواج النهارده بقوا بيعانوا من حاجه اسمها الصمت الزواجي او الخرس الزواجي، لانهم قاعدين طول اليوم عاملين سكرول وسكرول على المواضيع بتاعه السوشيال ميديا واهتماماتهم والفاشون واللبس والبتاع، وهم يا عيني ممكن يكونوا قاعدين اصلا في البيوت مش معاهم اللي يكفيهم، بس هم حتى مش قادرين يشتغلوا بسبب الاحباط والفشل اللي وصلوا له، فحصل الخرس الزواجي وحصل التفكك الاسري، لان كل واحد بقى ليه يعني ما اقدرش اسيب التليفون مفيش يعني خالص. احنا بنقول للولاد مثلا هم ساعه او ساعتين في اليوم هنتفرج، بس احنا ما بنقدرش نعمل احنا نقدر نعمل كده لو رتبت ليا اولويات، انا هستفاد ايه، انا هتابع مين، مين اللي هتابعه، مين اللي هيفيدني، مين اللي بيقدم محتوى هادف اتمنى ان انا اساعده وافضل سبورت، لان في ناس كتير بتقدم محتوى حقيقي بيفيد المجتمع وللاسف ما بيجيبش مشاهدات وما بيجيبش ترندات. ليه؟ عشان الناس بتنساق ورا الحاجات اللي بتكون ضد القواعد بتاعتنا وضد القيم بتاعتنا، فبتهدد وتهز كده استقرار الاسر. لان عماله بتزرع حاجات معينه في المراهقات والبنات وتلعب على الابتزاز العاطفي عندهم والمشاعر بتاعتهم، فتبدا الحاجه اسمها التخيليه، نبدا نبعد عن الواقع ونبدا نخش في مرحله التخيل بقى. انا لو اتجوز واحد كده، لو اعمل كده، لو يبقى كده، يا ريت بس على كده، يا ريت ده في طبعا اتجاهات تانية يعني واجندات زي ما انا قلت كده، ما تسلمش عليها، ده انت واخد جانب صغير ده من الكوارث. انا فتح في الجزء بتاع الكوارث الريسك اللي بيهدد بقى البنات بتوعنا اللي في سن الجامعه وسن المراهقه، الاتجاهات اللي بتكون بتجذبهم عشان يحققوا المال. دي بقى اللي بتكون شفنا قضايا كتير والناس دخلت كتير في المجتمع بسبب كده، لان هم بيروحوا ناحيه الربح السريع، الفرصه السريعه، اللي هيوصلني ايه، اللي هيساعدني ايه. دكتور عمرو، طب يعني عايزه اقول ايه، اولادنا يعني الكبار بقى ده موضوع يخصهم هم يعني، انما الاولاد ابتداء من سن ايه اقدر اتحكم في ابني علشان خاطر بالنسبه للسوشيال ميديا يعني؟ جميل الحاجة. جدا انا من المفروض من سن سنتين ما اديش لابني تليفون اصلا، لان النهارده الامهات كتير بتغلط الغلطه دي، وبقول للساده المشاهدين ايوه ابنك من سن سنتين المفروض ما ياخدش الموبايل اصلا. انا عشان اسمح بنص ساعه على مدار اليوم كله من فوق الست سنين ما ينفعش ان انا ادي طفل لسه عقله ابيض خام لسه ما بيكونش حاجه اسمها الحصيله اللغويه بتاعته عشان يقدر يتواصل بيها مع المجتمع ومع اقرانه في المدرسه ومع المحيطين بيه، ابدا اقفل عقله واخليه صامت متلقي فقط. طول ما الطفل قاعد يتلقى فقط الداتا عنده بتاعه العقل بتتخزن وتتملى، فبالتالي مش هيكون عنده قدره على الاستيعاب للكلمات الكتير. طب يا دكتور بالمناسبه بقى، انا قريت بحث بيقول ان الاطفال اللي بيقعدوا على التليفونات والسوشيال ميديا يعني والايباد والحاجات دي حجم مخهم ونموه بيقل. بيقل، ما هو ده طبيعي لانه استهلك داتا كبيره من المساحه اللي ربنا خلقه بيها استخدمها في لا شيء. طبعا. طب فكره ان اللي هو بيعيط وطول الوقت تروح مدياله التليفون على كرتون او اغنيه فيفضل قاعد عامل زي ما يكون صامت مغناطيس صامت. يعني بيتهيأله ان الحياه الافتراضيه دي هي الحياه الواقعيه، ودي كارثه. بتعمل تشتت في الانتباه، بتعمل تشتت في الانتباه. انا بحذر الساده المشاهدين من الجزء ده. اطفال كتير بتجيلي وبتروح لزمايل ليا، ودراسات والابحاث عملت على الكلام ده، ان احنا كنا لما بنشوف حد عنده تشتت في الانتباه يا اما حاجه جينيتك يعني طالع كده مولود كده وراثيه، يا اما بيكون عنده استعداد وراثي مثلا لمرض معين زي الاوتيزم زي التوحد زي اضطراب فرط الحركه. النهارده اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه والتوحد ما عادش اصبح مخلوق بالجين بس ولا بالاضطراب اللي بيحصل لواحد مولود نقص معين او معدن معين او الاجهزه دي. النهارده الاجهزه دي خلقت جوه بيوتنا كلها اطفال عندهم توحد، ما عادش قادر يفرق بين الواقع وبين الحقيقه، ودي كارثه. العقل بيكون لسه ابيض عند الطفل، وانا سايباه للكرتون وسايباه للافلام مش عارف ايه وسايباه للاغاني ايه وسايباه ايه، وافرح ان ابني ساكت. السكوت ده مضر للعقل وللنيرفس سيستم بتاعه، للجهاز العصبي، متدمر جدا لانه عمال يتلقى الواقع الحقيقي اللي هو قوم سلم على خالته، قوم سلم على بابي، قوم اتكلم مع اخواتك. هو رافض الكونسبت ده لان رفضه هنا لانه مش شايف ان دول المهمين، عقله خلاص ارتبط بجزء معين. يعني في الاخر احنا بنعمل بني ادم عامل ايه عشان في الختام؟ بني ادم مريض. انا بخلق بني ادم مريض داخل البيت. اروح بقى بعد كده الف على الدكاتره واشتكي ان ابني اتاخر في الكلام، ابني اتاخر في ابني عنيف، ابني عنيف، ابني عنده عدوان، ابني عنده كبت، ابني بيعيط اول ما باخد منه التليفون. دي بتوصل لمرحله الادمان يا استاذه سناء واستاذه شيرين، بتوصل للادمان الالكتروني ده. وكمان في لسه بعد كده حاجات اسمها الابتزاز الالكتروني بتحصل من الالعاب بقى. الكارثه كلها في الالعاب اللي بيلعبوها بقى. العاب كلها بتكون خاصه بالعدوان.
قاصدين يعلموا بيه الطفل والمراهق والشاب الالعاب الالكترونيه دي الشهيره دي كلها العاب يعني بتحس الانسان على العدوان وعلى الفسوق والعنف والدم والخراب والدمار. دي مشاكل كبيره جدا بتحصل لكتير من الاسر. دكتور عمرو، يعني عايز اقول الاولاد والشباب دول بيحسوا دايما ان الاهالي والاكبر سنا دول دقه قديمه بقى وحاجه بلدي كده هو وبيئه، يعني لما يكونوا بيقولوا انهم مش متفاهمين. ده حقيقي ده حقيقي. طب ازاي يعني اعمل ازاي البالانس التوازن ده اعمل ازاي نتوازن؟ انا حذرت اهو، قلنا خلاص ممنوع لابني من سن 2 سنوات لحد 6 سنوات ممنوع ان هو يستخدم سوشيال ميديا. طيب فيما بفوق نص ساعة عشان ما يبقاش مش مواكب على العصر بتاعه ومش فاهم الحياة ماشية ازاي. لا، أعلم ابني إن ممكن نص ساعة، ممكن أوظف إن في أطفال كتير دلوقتي وفي أماكن بتدرب على الروبوتات والبروجيكت والحاجات المشاريع الكويسة دي، أستخدم ابني في عمل حاجات أكتيفيتي أفضل. ده رقم واحد. طب المراهقين بقى والشباب اللي احنا بنقوله علينا دقة قديمة وأهالينا مش ماشيين مع القواعد والتحديثات والحاجات اللي زي دي، لازم أنا أبقى في ظهر ابني للنهاية أزرع فيه العادات والتقاليد اللي تربينا عليها في المجتمع المصري. لكن ملغيش قراراته، ملغيش شخصيته، معلموش الاعتمادية عشان ما خلقش مراهق اعتمادي وأب فاشل ودكتور فاشل ودكتور وهكذا بقى. أفضل ماشي طول حياتي برب في كيان اعتمادي عليا ما بيحققش ذاته، ما بيقدمش حاجة كويسة للمجتمع، ما بيفيدش نفسه، وبل بالعكس بيضر نفسه وبيضر المحيطين بيه. فدي كارثه كبيره جدا. بنشكر حضرتك والله يا دكتور، حضرتك قلت كلام مهم جدا وخطير جدا. التربيه دي موضوع كبير وصعب، فيعني كلنا لازم ننتبه. بنشكر دكتور عمرو شليل استشاري الصحه النفسيه على المعلومات المهمه اللي كلها مبنيه على دراسات علميه مش كلام مرسل. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم ولسادة المشاهدين. شكرا جزيلا لحضرتك. نخرج لفاصل بعد فقرتنا الثانيه، خليكم معانا.
كتكوته تعالي على حجري. لا 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 ما ينفعش كده. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ شايفه كتكوته الاموره دي هي. انت اصغر واحده؟ اسمك ايه؟ الاء. الاء يا قمره انت يا الاء. ها؟ واخدين بالكم منها يا اولاد؟ دي صغندوطه. عندك كام سنه؟ سته؟ سبعه. سبعة. ده انت كبيرة قوي وانا فاهمكي صغيرة. اهلا بيكم. اولا كل سنة وانتم طيبين. لان امبارح 7 يوليو يوم مميز جدا 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 عند اهلنا في النوبة، وهو اليوم العالمي للاحتفاء بالنوبة والثقافة النوبية. زي ما حضراتكم شفتوا كده ملابسهم، رقصهم وغناهم، مصر غنية جدا جدا بتراثها وبفنها وبثقافتها المتنوعة من شرق الغرب لشمال لجنوب. عندنا غنى وتنوع رائع. فكرة الاحتفال باليوم العالمي للنوبة فكرة طرحها عدد من أهلنا في النوبة سنة 2004، وده يكون لإحياء تراث وتاريخ أهل النوبة، بيمثلوا جزء مهم جدا من ثقافة وتاريخ الشعب المصري، خصوصا أغاني والألحان النوبية زي اللي احنا سمعنا منهم دلوقتي وشفنا رأسهم. بصوا التفاصيل الجميلة بتاعت اللبس، يعني سواء لبس الصبيان او لبس البنات، وجمالهم ورقتهم وملامحهم اللي كانه تمثال فرعوني منحوت. والله حقيقي ما شاء الله كل حد فيك وشه قمر قمر. استسلموا يعني بجد على رأسكم الحلو ومنورينا النهارده. فرحانين جدا جدا ان احنا بنحتفل معاكم باليوم المهم جدا ده في ثقافتكم النوبيه، في ثقافتنا المصريه. ومنورينا في الاستوديو علشان نتكلم اكتر عن الفن النوبي، وعشان نتكلم عن الثقافة النوبية والحضارة الغنية لأهلنا في النوبة. طبعا الأطفال اللي شفتوا رأسهم وفنهم، ومعانا الأستاذة ناهد محمد، هي قائدة فرقة براعم النوبة للأطفال. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. مجهود حلو قوي. طبعا عايزة بس أنوي أن أصلا الفرقة للأستاذ شمس حسين، هو اللي المفروض قائد الفرقة، هو مؤسس الفرقة وأنا المشرفة. من خلالكم بقدم له التحية لأن هو طبعا أستاذ شوية. يعني حسين ألف سلامة على حضرتك، إن يهمنا تكون موجود معانا. بس يعني بقى الأستاذة ناهد تنوب عن حضرتك إن شاء الله وأطفالك الحلوين الفنانين. والأستاذ ناصر الحاج هو باحث في التراث واللغة النوبية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب وأنتم طيبين وبخير. قبل برضو ما نبتدي أنا
مين فيكم اللي هتديني العقد بتاعها والحلق الجميل؟ انا حد بس شفتي جمالهم والله على حاجه روعه روعه. انا مبسوطه بيكم وانبساط بقى مش قادره ومش عايزه اسال، انا عايزه اتفرج عليكم وعايزه اشوف رقصاتكم، وكدنا انا وشيرين نقوم نرقص معاكم. مش معقوله يعني الموسيقى قد كده، الموسيقى جميله وبتدخل القلب بلا استئذان، وهم رقصهم جميل، ويعني احنا فرحانين جدا 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 بيكم. احنا دلوقتي دي فرقه البراعم، فرقه براعم شمس النوبه، براعم من اسم استاذ من شمس، من اسم استاذ شمس. طبعا دي تاسست امتى الفرقه؟ احنا بدانا في 2000 يعني في اواخر 2018 ايام عيد الميلاد، كان في يعني ايام عيد الطفوله. بدانا بمهرجان كان اسمه يوم الطفل النوبي. فابتدينا عملنا اعلان كده وابتدينا نجمع الولاد، لان لقينا الولاد ابتدوا هويتهم تقل شويه. فجمعنا الولاد، دور الكبار بقى. احنا بقى ابتدينا جمعنا الولاد، واستاذ شمس طبعا صاحب الفكره طبعا، وانا كنت مشرفه معاه. ابتدينا جمعنا الولاد وبقينا نحفظهم الاغاني وتابلوهات الرقص فعملنا بقى اليوم اول حاجه بداناها بيوم الطفل النوبي، كان في او ايام عيد الطفوله 2018. في 2018. عايز اسال على الحلق اللي في مناخيرك ده، لافت نظري جدا. ده تقليدي؟ ده 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 دي الزينه النوبيه واللي على جبينك ولبس البنات والشباب ده زي حضرتك بقى تراث تقولي ده حضرتك التراث ده منذ حقب ما قبل التاريخ. ياها. والمرأة النوبيه بتلبس اسم الزمام، الزمام هو سمام. ايوه. وبعدين بيطلع منه برضو ذهب، سلسله من الذهب الى الاذن والعقد. والعقد تاني ده اسمه أرسام. ممكن حضرتك يعني تلفي مش باقي لكن ايوه كده. بس اقول لحضرتك حاجه، الناس اللي بتتفرج على الافلام الهندي في الجزئيه دي موجوده عندهم في المناخير ورايحه كده، ايه علاقه النوبه بالهند؟ ما هو حضرتك الممالك النوبيه القديمه امتدت الى ما وراء بلاد السند والهند، وبعدين جنوبا امتدت وقيل انها الى بحر الامازون، وغربا الى الامازيغ. فكانت الممالك كبيره وضخمه، وكمان العادات والتقاليد وحتى الموسيقى الهنديه والشرق اسيويه قريبة جدا قريبة جدا من الموسيقى النوبية، مأخوذة من الموسيقى النوبية، لأنها كلهم بيعزفوا على السلم الخماسي. فهو في ارتباط وثيق ما بين الممالك النوبية القديمة وامتداد الممالك والحضارات لشمال إفريقيا وأوروبا. قد إيه بقى من التراث النوبي لسه بتمارسوه في حياتنا يعني لغاية دلوقتي؟ في الحقيقة النوبة زاخرة بالعادات والتقاليد، ويوم 7 في شهر 7 لم يقلق او لم ياتي او تاتي اعتباطا، ولكن هي فكره من الاستاذ الراحل المقيم محمد سليمان ولياب، وهو من ابناء النوبه في السودان، في 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 في, في قريه من احدى القرى اللي بتتبع لجمهوريه السودان، لانه النوبه المصريه 44 قريه على امتداد النهر 450 كيلو. 44 قريه نوبيه بتشمل الحدود اداريا مصر. وفي 156 قريه تتبع الحدود اداريا للسودان. فهذا الرجل العظيم رحمه الله يعني ارتكن الى انه العادات والتقاليد كلها مرتبطه بالنهر. فمثلا السبوع. السبوع هو اليوم السابع. تمام. سبوع ايه؟ سبوع المولود. ايوه. وسبوع الزفاف هو اليوم الرابع. اليوم السابع. سبوع الزفاف. الطفل بسبوع الزفاف كمان. يعني العدد 7 مهم. وخلق الله الدنيا والارض والسماوات في 7 ثم استوى على العرش. فالعادات والتقاليد كلها يعني مثلا لما يجي البني ادم المرتبط بالنوبه، والنوبيين دايما ما كانوش بيرتحلوا من اماكن مواطنهم الاصليه. أيوة. الا نادرا. فكانوا الناس كلهم على بكره ابيهم يزفون الانسان المغادر مثلا، وبياخدوا 7 خطوات من رجليه، وبعدين يرجعوا يتبركوا يبخروا البيت بالبخور. أيوة. ويحطوا حفنات من التراب من 7
مواقع القدم أكوان أكوان يعني تيمنا إن هو في يوم من الأيام لازم هيرجع. الله إيه حكاية الجرجار بقى دي بالنسبة لإسمه جرجار جرجار إيه بقى الجرجار ده؟ والجرجار ده اللي هو دوت ده هو ده طوب. لا مش طوب، هو قماش أسود شفاف بيتفصل فيه زي طبقات كسرات من هنا كده وبيكون طب واسع وبيتلبس بقى تحتيه اي حاجه بقى انتوا عايزين اي حاجه بقى الوان انا شايفه الاولاد لابسين ازرق. لا هو احنا ده يعني دخلنا فيه شويه حاجات تحديث شويه تحديث بس هو الاساسي للجرجار اللي هو اللون الاسود ومن تحتيه بقى الالوان المزرقشه اي الوان تلبس من تحتيه يا ولاد. انت بالنسبه للولاد عارفين الحواجيج دي ولا كلها بالنسبه لكم جديده؟ لا لا ما تعرفوش لسه، بكره تكبروا وتعرفوا. لا لا في حاجات بيعرفوها وفي معنا عشان كده عملنا الفريق ان احنا الانسان النوبي منظم جدا الانسان النوبي منظم جدا حتى في ملبسه ومتفرد جدا. فالمراه النوبيه لما كانت بتلبس هذا الزي برضه ذات مغزى في كسرات كده ايوه شايفاها في كل الفساد اولا اللون كل ما بيكبر السن بيوصل الى اللون الاسود انما السن الصغير في اللون اللامع اللي فيه الوان مزركشه موضوع دي الكسر دي بتنم على تلاطم الامواج في النيل. يا سلام. فالست او البنت النوبيه بتبدا تتراقص مع تلاطم الامواج ومع خرير المياه واستقت الزي بتاعهم او بتاعها من تلاطم الامواج والامواج ذات تموج وكده بيبين ان كل ما الست كبرت او المراه كبرت في السن بتلبس اللون الداكن. ايوه المراه المعتده او المتوفيه عنها زوجها او المراه الطاعنه في السن ما بتلبسش بقى الجرجار الشفاف ولكن بتلبس نوع اخر ما بتشفش اللي تحتيه ايوه حاجه جميله قوي. بس بصوا انا عايزه اتفرج عليكم وعايزه اسمعكم وعايزه اسقف معاكم، ايه رايكم نسمع حاجه؟ تمام يلا وبعدين نكمل الحوار. اوكي يلا مزيكا هتلعب حياتي. انا لا عشقت الغروب ايوه ولا عرفت الهروب ايوه انا لا عشقت الغروب ايوه ولا عرفت الهروب ايوه حبك بيجري شهد بيلا الله لون يا لون لون يا لون لون 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 فجيرك ناداني شمس الصباح احضاني فجيرك ناداني شمس الصباح احضاني جايلك وانا عنواني فوق الجبين شمسي يا شمس الضحى ده حكايتي متوضحة شمسي يا شمس الضحى ده حكايتي متوضحة اوعى تكون مروحة وانا ماشي في الطرق
ما يطول انتظاري في الظهر كان إصراري مهما يطول انتظاري حستنى للعصاري وقابل عمارات. تعالي يا الاء اقعدي جنب ابله ناهد اهو. كنت عايزه اسال حضرتك الاغنيه الاولى اللي رقصوا عليها الولاد كانت باللغه النوبيه. نعم. ودي باللغه العربيه العاديه. نعم. انت يعني في التراث في اغاني كده واغاني كده ولا تراث التراث بالنوبي؟ لا بس. ما حضرتك النوبه اصلا مزيج بيتكون من ثلاث عناصر. تمام. الفديتشه في الجنوب. أيوة. والعرب في الأواسط والكنوز في الشمال. تمام. فهذا النسيج بيكون زي ما حضراتكم سمعتوا إنه في بعض من الكلمات العربية الدخيلة في النوبة لأنه المكون الثالث للنسيج النوبي هم العرب اللي استوطنوا معانا وقبعوا معانا منذ مئات السنين. أيوة. فده اسمه شعر النميم زي نعناع الجنينه والحاجات دي. هي نفس ده شعر النميم العربي اللي هو بيقولوه الشعراء النوبيين اللي هم مزيج من العرب مع النوبه وهم مكونين النسيج النوبي في الضلع الثالث للنوبه. استاذ ناصر والاستاذ ناهد، في عادات للجواز والشبكة يعني ولا مختلفين؟ يعني هل نقول في حاجة اختلاف عن طريقة الشبكة بتتقدم ازاي، العروسة بتتقيم ازاي، مين اللي بيجيب العفش بتاع، في قايمة ولا ما فيش قايمة؟ ايه يا مفيش قايمة؟ مفيش. ها طب ايه بقى، احكوا لنا على الجواز. يعني عادي كل حد برضو بكل حد بظروفه. بس الافراح بقى قبل كده زمان كانت الافراح بتتعمل 7 ايام او رقم 7 لرقم 7 ده معانا في حاجات كل كتير حاجة. في حاجات كتير يعني. عشان كده اختاروا يوم 7 بالذات. هو انا 7 امبارح، معلش احنا ما كناش على الهوا امبارح، فقررنا ان احنا نحتفل بيوم النوبه النهارده بقى في 8 عيد ميلاد. هو احتفلوا بعيد ميلادي. طيب يا استاذ طيب. في الاول كان في حقب سابقه كان الاحتفال بالزواج النوبي يقام 40 ليله وبعدين تقلص الى 15 وبعدين إلى 7، ولذلك في سبوع الفرح. هنا قبلي في الخطبة. تمام. أو الخطبة يعني. أيوة. الخطبة والخطوبة دي برضو النوبيين بيتفردوا بيها وبيمتازوا بيها، لأنه في سالف الزمان ما كانتش النوبية أو النوبي بيشوف المخطوبة، كان ممنوع ان هم يشوف. الاهل يختاروا يعني. فالاهل هم اللي يختاروا وبعدين يروحوا بقى يقعدوا كبير العيله هنا وكبير العيله من العروس او من العريس والاثنين مع بعض مع الاهل والاقارب والجد الاكبر يقعد وبعدين يتفقوا على مراسم الخطوبه. ودائما ما كانتش فيه الموضوع عيني انما يعني مادي. أيوه. انما موضوع عيني بيمشوا بقى بي بي بال بي بي آه باللبس والذهب وبعض السلع الغذائية، وبعد كده بيحددوا طقوس الفرح. والفرح زي ما أختنا قالت أو بنتنا قالت هي بتستمر من يوم إلى 7 أيام. يا سلام. معازيم بقى موجودين 7 أيام؟ لا، ما هو كل يوم بيختلف عن اليوم الثاني. اليوم يعني الأولاني هو يوم التخضيب. اليوم الأولاني يوم الحنة التخضيب. والنوبيين متفردين برضو بطبعهم، ده مش عنصرة ولكن يعني عن الأعراق الأخرى، لأنه يوم التخضيب يوم الحنة في احتفالات للعروس فقط غير العريس، والعريس برضو احتفالات في التخضيب بيحننوه. بيبتدوا بقى الناس النوبة
اصلا قائمه على النفير والتكافل الاجتماعي. كله بيساعد بعض. جميله دي. صوري كله في الفرح. كل الاهل والاصدقاء. ده حاجه جميله جدا. نعم. جدا. نعم. جدا. يعني احنا مش قادره اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. والعالم كله بيحتفل بولاد النوبه واليوم العالمي للنوبه، واحنا سعداء بكم جدا جدا جدا، واستمتعنا وكان نفسنا يبقى في اغاني ثانيه ورقص تاني وان احنا نشارك معاكم اكتر يعني، لكن عندنا كمان مطبخ نوبي يعني. نعم. انتم مش بس في اكل النوبي ده مهم. اكل النوبي عايزين نعرف مميز. صحيح. فاحنا أكيد. احنا مش عارفه هيبقى في فاصل ولا على طول هنتنقل. فاصل بقى ونرجع ايه المطبخ اللي هيتعمل كلنا هناكله سوا. ان شاء الله. ماشي يلا. إن شاء الله. اوكي فاصل وانا اقوم. شكرا. بلاد الذهب لقب يعني في بالنسبه لأحلى من أحلى القطع اللي موجودة في مصر دي النوبة. الحقيقة أنها مش بس ليها طبيعة خاصة وروح مختلفة، دي كمان ليها أكلات مميزة ووصلت للعالمية، وبقت الأجانب بتيجي مخصوص تطلب الويكة والملوخية الناشفة وعيش الدوكة. ده طبعا غير المشروبات المشهورة واللي أولها الكركديه ومش اخرها. لكن على فكره كل ده موجود في الصعيد. اوعوا تفتكروا انه بس النوبه حولت عندنا. احنا الصعايده نعرف الويكا ونعرف كله والملوخيه الناشفه والباميه يعني ما تحاولوش يعني. النهارده معانا الشيف هبه عبد المنعم الملكي، هتعمل لنا الملوخيه الشهيره، هتعمل لنا معاها مخلل وكمان مشروبات، والعيش اللي بنسمع عنه كتير قوي الدوكا. اهلا بيك يا شيف هبه. اهلا بحضرتك، انا مبسوطه جدا ان انا مع حضرتك اولا. ربنا يخليكي. ميرسي على ذوقك. ربنا يخليكي. الويكا 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 وعندكم كمان. بس احنا الاول بس احنا الاول. انتوا طبعا احنا واخدينها. ربنا يخليكي. ميرسي جدا. الملوخيه ما اسمهاش ملوخيه عندهم. الاتر اتر الاتر اتر ر في الاخر تهري يا الف تهري اتر الف تهري. النهارده هتعمل لنا هبه بقى شيف هبه هتعمل لنا ناشفه ملوخيه ناشفه. لا لا خضره. ملوخيه خضره. انا كنت فاهمه الملوخيه الناشفه. لا لا غير الناشفه. الويكا هي الباميه الناشفه. هتعمل لنا الملوخيه بتاعتهم. والقطر كمان في بيحطوا عليه شويه ويكا ويكا ناشفه على في بعد ما دي تستوي بيحطوا عليها. هندوق ونقول. والعيش الدوكي طبعا عشان وقت البرنامج انا عملته. ده شكله جميل بشكل. ريحته حلوه بجد. والله طب عايز يتحط فيه شاورما دبه وبتاع مش كده؟ لا لا هو لا بيتغمز لا. بيها كده وتمام. غمز هندوق 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 يا هبه. أيوة. هندوق خلاص تمام. قولي لنا بقى القطر بتتعمل ازاي؟ القطر الشوربه بتاعتي بتغلي وبحط فيها بسم الله الرحمن الرحيم الملوخيه. مش مخروطه ورقها. لا لا دي مش مخروطه، دي ملوخيه كده القطر كده اهو زي الشامي. ما هو الشوام بيعملوها كده. اوكي يبقى لا ما هي قالت ميه مغليه. الحقيقه الشوربه شوربه مغليه. شوربه بتغلي كويس احط فيها الملوخيه بتاعتي. وهو مش مت مش معمول وذره ملح. لا ده ايه كربوناتو. ايه ده ذره صغيره كربوناتو عشان بتساعد ان هي بتبقى خضراء. مش كده بتحتفظ باللون. بتحتفظ باللون بتاعها فعلا. ونسيبها بقى تستوي براحتها وندخل على المخلل. تمام. المخلل مع الملوخيه تعرفي انها استوت لما تلاقيها دبلت كده. بس تدبل. وتفضل خضر. وتفضل تحتفظ بخضرها لان سنه الكربوناتو بتحتفظ بالخضار بتاعها. المخلل بس خيار ولا حاجات؟ لا لا المخلل المفاجاه بتنجان حبيب الملايين. الله. احنا معانا حاجات جامده يعني جدا. دي واحده من الاكلات التقليديه زي ما بنعمل عليها الملوخيه بقى الحلوه في الصيف على طول ما بيتزهقش منها طبعا. هي والويكا حاجه خفيفه كده. الشوربه اوريدي بتكون عندك تطلعيها. الويكا الملوخيه حاجتين سهلين في ال. بس قولي لي الويكا بتتعمل ازاي عشان انا نسيت. الويكا نفس طريقه الملوخيه. شوربه بتتحط وطماطميتين مبشورين. برضو هحط طماطم مبشوره دلوقتي عليها لما تدخل في السوا. برضه بنحط الويكا ولما بتدخل في السوا الطماطم المبشوره. بس الويكا بنعمل لها طشه زي الملوخيه لكن دي لا. دي بحط التومه معاها صحيحه وهي بتستوي فيها.
بس برضو سهلة. طب العيش بقى بيتعمل ازاي؟ العيش الدوكي، العيش الدوكي على الدوكي على الحاجة صفيح كده زي ال زي اللي بيتعمل عليها الرقاق الطري والحاجات دي. كوبايتين دقيق بس وكوبايتين ميه وذره ملح بس. ويطلع الجمال ده. وده كريمي بقى كده يتعمل. لا لا التريك بقى اللي كانت بتعملها جدتي، معلقه سمنه بلدي كده بقى في النص وتقلب كويس وبيتحط الطاس اللي هي الدوكه بتبقى عامله زي كده. دي اللي بيتعمل عليها اللي بيتعمل عليها العيش الدوكي. وبنحط بالمعيار كويس ونفردها بقى كده. في الفرن البلدي بقى. في بيعملوها كده بس هي في على الصاجه احلى. على الدوكه احلى. على الدوكه بتاعتنا اصلا. الصاجه بتاعتهم الاصليه. بالظبط وبتطلع بقى كده. لا حاجه مفتخره بصراحه. شيرين بقى هتشيلي ادوق. طبعا يعني هيحصل. طبعا. البتنجان هنبدا بقى في البتنجان وعبال ما هي تستوي شويه بس هحط لها ايه؟ ادام بدات تغلي كده هحط لها معلقتين طماطم. تمام. تديها لون كده وطعم جميل برضو فيه. احنا برضو في الصعيد ناكل الملوخيه ونعمل معاها حاجه اسمها دمعه. يعني صلصه طماطم نحط معاها معلقتين بتحلي قوي الملوخيه. زي الصوص كده زي المخللات يعني. ساعات بتحط لا فيها. لا مش مخللات. لا في الدمعه زي الصلصه كده. دمعه عليها دمعه. وساعات بتحط فيها لحمه. فتبقى برضو وكفته الرز كمان فيها مع الملوخيه. انا هاكل معلقه صغيره بس بعدين. حاضر. عايزه الصغيره. معلش بقى حاجه احنا هننقذها دي. معلش تمام. انا اللي وقعت. ده توم ده. اسفه. ده التوم. عليه ايه بقى؟ والفلفل والملح والكمون. قليل الكمون في المخلل عشان ما يمررهوش. وشويه الخل بتاعنا. الخل على حسب الرغبه، في حد ممكن يحب خل، في حد ممكن يحب ليمون بس. تمام. تمام. ونبتدي. المخلل ده مسلوق ولا ايه بقى؟ نعم؟ مسلوق المخلل. مسلوق وممكن حد بيحمره بيديله ايه؟ كده تحميره يعني. وتحشيه بقى بالخليط. وتحطيه في قلبه. بالظبط. حلو. احنا معانا هنا وانت بتش معانا كركديه. وايه التاني ده؟ كركديه وتمر هندي. تمر هندي ده اساسي أساسية. صح؟ مفيده جدا كمان. الكركديه بيظبط الضغط بتاع الجسم. طبعا. بيساعد على بس ما يبقاش مغلي. لا ما يبقاش يبقى ساقع وبعدين تاخديه. والتمر الهندي بقى بيفيد ايه في الصحه؟ التمر الهندي في كل حاجه، جهاز المناعه. طب انتوا ما عندكوش حاجة. دوم زي اهل اسوان؟ لا عندنا دوم. علشان الدوم هو اللي بيظبط برضو اكتر الضغط. عندنا دوم، الدوم المطحون صح كده؟ ايوه برضو بنعمله زي الكركديه كده. هو ننقعه ونشربه. بس انتوا طول السنه مش زينا في رمضان بس. لا طول السنه. اللي في رمضان خصوصا الابريه. سمعتوا عن الابريه؟ لا ايه ده؟ حاجه عامله زي الرقاق كده مكسره كده بتتعمل. في بيعملوها مع عصير وفي بيعملوها مع ليمون بس مريحه جدا للمعده. مجرد ان انت تاخديها في رمضان كده قبل الاكل ولا بعد قبل الفطار. لا قبل الفطار. قولي لي بقى البتاوي اللي عندنا في الصعيد. البتاوي اللي هو بيبقى كده زي الرقاق بس بتاوي مختلف. يعني وفي حلبه وحاجات كده اهو. تمام. عندكم برضو من النوبه ده اصلا؟ عندنا. البتاوي. ده بيبقى حلو قوي مع الملوخيه. بنفس الاسم. مش كده؟ طبعا بيبقى زي الفته كده مع الملوخيه. أيوة. جميل قوي. بالظبط. حاجات كلها افتقدناها وخفيفة من سنين. أول ما الكبار في العيلة بيختفوا بيختفي معاها كل الزينة الخير والبركة يعني. للأسف عشان كده مهمة ما أستاذة نايت بتقول بيعلموا الولاد تفاصيل ثقافتهم. لازم. حتى للأسف أستاذ نصر قال لي الولاد الصغيرين عشان طالعين في القاهرة ما يعرفوش اللغة النوبية. بس ده 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 ثراء وغنى. زي ما حد بيتعلم لغات. طبعا. انا هبدا اضيف يعني الثوم معاها لانها دخلت في السوى. في السوى. دي ما بتعملولهاش طشه صح؟ لا هي بس كده وخلاص. لا ما بتعمل. في حد بيعمل لها طشه وفي حد بيحط الثوم صحيح كده. يعني كل واحد وليه لمسته اللي بيضيفها. طب انا عايزه اشم. اخر حاجه عارفه دي ولا لا؟ لا دي انا ما اعرفهاش. المفراكه. المفراكه. ايه بقى المفراكه دي؟ هي بقى اللي بتستعمل فيها بعد ما تبدا بعد ما تستوي نعملها كده. ايوه بالظبط كده. طب احنا خلاص هنستنى الملوخيه لما تستوي ونعملها بالمفراكه. تمام.
وندوق العيش والاكل ده. شرفتينا ونورتينا يا استاذه هبه. بكره انا اقول لك يا شيرين، بكره اقول لهم للساده المشاهدين. ايوه صح ان شاء الله. طعمها ايه؟ اوعي يطلع طعمها وحش. لا 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 اكيد اكيد حلو. ميرسي لزوجك. شكرا ليكي نورتينا. كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه. كل سنه وانتي طيبه يا هبه. وحضرتك طيبه. كل سنه وكل اهل النوبه بخير وسلام، وان شاء الله يعني سنين جايه كلها جميله. واحنا نسيبكم دلوقتي ونلتقي بكره تاني ان شاء الله. باي باي يا شيرين. باي باي يا استاذ.